لاباس ليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم المشتريات ديالي. صراحه ماشي كلشي مشتريات، غير بعض المشتريات يعني، وبغيت نشاركها معكم هاد المشتريات يعني ديال فصل الشتاء، وربما تاخذوا اكثر. المهم كما كتشوفوا معايا هنا، اول حاجه بعدا خديت الفرطوطه، البانطوفة ديال الدار، يعني هذه البانطوفة ديال الدار خليتها في هذا اللون، هذا كرونا، وفيه هنايا غوز بارد، صراحة سخيخنا والشكل ديالها زوين بالنسبة لي أنا في الدار، ضروري البانطوفة مع داب البرد هذا. ونيت يعني خاصنا ندفيو رجلينا. وخديت كذلك خديت هذا الصابو، صابو التوا خديتو على حساب يعني كيجيني هو ساهل الاستعمال، يعني اللي كان بيجي بنتي يعني كنلبسو مع التقاشر. المهم خديتو بخمسين درهم، بارطوفة تاعي بخمسين درهم باش خديتها. وخديت كذلك تقاشر، هنا خديت التقاشر ديال بنياتي، والتقاشر اللي انا يعني خديت هاد اللي رقاق. بالنسبه للتقاشر هادو رقاق، يعني كتلبسو مع كلشي، يعني كتلبسو مع السبرديله، مع الصابون، مع هادو البارطوف، يعني ماشي هادو التقاشر البلاط، يعني مكتقدرش تلبسو مع هذا مع الصابون، كيجيكم بدرين. وخديت كذلك خديت هادو الكيلوطات ديال بنتي، خديتها هما ديال القطن، خديت ثلاثة، خديتهم بعشرين درهم. وخديت كذلك هذا، خديتها على حساب الطوانيت، حيت هاكم على حساب يعني الدار باقا خاصني شحال من حاجة، يعني كنشرا شوية بشوية، باقا خاصني شحال من حاجة. خديت هذه ديال الطوانيت، خديت هذا اللون هذا شيبي بارد. وخديت كذلك البنات خديت هذا سميتو كاع، ولا نسيت سميتو والله. المهم هذا اللي كيدار فوق الكتاف على حساب البرد، خديت هذا، خديته في الكحل والكرونة ديال وقت البرد، الا كنت خارجة نديرو فوق مني. المهم واش كديرو يعني كيجي هكا، يعني كيجي هادو كيجيو طوال، يعني هادو كيتلاحو على الكتف بحال هكا، وهذا حتى هو كيتلاح على الكتف بحال هكا. صراحة يعني سخيفة كيجي بحال هاد الشكل هذا، يعني حتى كيجي الديكور ديالو منور، يعني كيجي ديكور زوين بحال هاد الشكل هذا، ومن هنا يعني واسع. يعني هذا هو الشكل ديالو، يعني كبير وسخون. المهم البنات هادو هما المشتريات ديالي، يعني ما خديتش بزاف، يعني خاصني شحال من حاجة، المهم شوية بشوية حتى نسالي ان شاء الله. وكنتمنى هاد المشتريات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تاخدوا يعني بعض الفوائد.